زي ما كنا مع حضراتكم كده في مشروع الإسكان الاجتماعي وعملنا لقاء مع المواطنين وهم بيستلموا وحداتهم وخدنا حضراتكم كده في جولة للمرافق ووريناكم المشروع كله بكل جهاته ومرافقه وبكل حتى الوحدات السكنية الموجودة فيه. احنا اتنقلنا لمشروع آخر وهو بيخص طبقة أخرى أو شريحة أخرى لا تنطبق عليها المواصفات اللي موجودة في الإسكان الاجتماعي. هنتكلم عن المشروع اللي احنا موجودين فيه وتحديدا من داخل وحدة سكنية من هذا المشروع. برحب مرة تانية بالأستاذ هاني يونس المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان. بس قبل أستاذ هاني ما نتكلم عن المشروع اللي احنا فيه والوحدة السكنية اللي احنا موجودين فيها حاليا، أنا بس هاخد كلمتين كده من السادة اللي أنا كنت معاهم دلوقتي اللي استلموا وحداتهم السكنية في حاجتين. الضبطية القضائية اللي تخص أي مخالفات لمستلم العقار وطرق تواصل وزارة الإسكان مع المواطنين وتصحيح المعلومات أو أنه يكون تواصل بشكل أسهل ومفهوم. أنا بشكر حضرتك، كنت عايز أصلاً أرد على اللي أثاره المواطن اللي كان بيسلم الوحدة. أولاً بالنسبة للضبطية القضائية، مشروع الإسكان الاجتماعي لأن زي ما قلنا من شوية أن في دعم كتير بتوفره الدولة للمواطن، فبنحاول بأقصى ما يمكن أن احنا نحافظ على الدعم ده ويذهب لمستحقيه. عشان كده في ضمن قانون الإسكان الاجتماعي اللي صدر ضبطية قضائية لموظفي وزارة الإسكان، بنذهب للمواطن بعد ما ياخد الوحده نشوفه هو ساكن فيها ولا مش ساكن فيها، مأجرها ولا بياعها. هو طبعا احنا قفلنا باب البيع من الاول، والشهر العقاري كان الناس بتبيع بتوكيل. الشهر العقاري دلوقتي لو راح المواطن يعمل توكيل في الوحده السكنيه مش هيعرف يبيع. بس في ناس للاسف برضه بتبيع بعقود عرفيه. عقود عرفيه يعني ايه؟ يعني انا وحضرتك كده نبيع لبعضنا بورقه مكتوبه، ده طبعا غير مأمون، ده غير قانوني، غير قانوني وغير مأمون. ممكن لا قدر الله لو واحد البائع ده توفى ثاني يوم الثاني ما يعرفوش خلاص. فبالتالي احنا بنذهب للموظفين يتابعوا الوحدات ديت يشوفوا غير نشاطها ولا ايه. حضرتك كنت بتسالي بتقولي دور الارضي مثلا فتحوا سوبر ماركت، فعملوا مكتب تجاري اداري ايا كان. الضبطيه القضائيه بتضبط دول، وعملنا الموضوع ده في اكتر من شقه وتحول الموضوع لقضيه. الاكتر بقى كمان اللي ممكن يقدم بورق غير مطابق للواقع او مستندات مزوره الحصول على وحده سكنيه مدعومه في المشروع ده، القانون بيقول ان عقوبته اصبحت الحبس عام والغرامه 10,000 جنيه وتسترد الوحده في اي وقت من الاوقات. وده حصل بالفعل على عدد كبير، انت تم اكتشاف ان اوراقهم مزوره وتحولوا للنيابه ثم بقت قضيه ثم خدوا حكم. تمام، ده بالنسبه للموضوع الاول. الموضوع الثاني ده التواصل مع المواطنين. احنا يا فندم عندنا خط ساخن 1188 من حق اي مواطن، 1188 الخط الساخن مشروع الاسكان الاجتماعي. اي مواطن من حقه يسال اي سؤال، اي استفسار، واي خطوه عايزها ممكن يسال عليها في الخط ده. عندنا مكاتب لخدمه المواطنين متوزعه في انحاء الجمهوريه خاصه بالاسكان الاجتماعي فقط لا غير. برضو عندنا مكتب في مدينه الشروق، عندنا مكتب في مدينه 15 مايو يعني شرق القاهره وغرب القاهره، عندنا مكتب في اسيوط الجديده للصعيد، عندنا مكتب في مدينه السادات للدلتا. ده غير الموقع الالكتروني اللي المواطن قال ان هو بيتواصل مع الموقع وكل بياناته شافها. عندنا غير كده كمان، وده كله اي خطوه جديده في المشروع بيتم ارسال رساله الكترونيه على التليفون الخاص بالمواطن الحاجز للمشروع. عندنا مؤتمرات صحفيه بنعملها بين الحين والاخر، عندنا خروج لكل مسؤول الوزاره سواء كنت انا او مسؤول الاسكان الاجتماعي اللي هم اكثر من مسؤول بيطلعوا كل شويه يقولوا ويردوا على استفسارات الناس من خلال وسائل الاعلام المختلفه ومنهم حضرتك وجميع وسائل الاعلام والبرامج المختلفة. فاحنا بنخرج ولكن بيظل السؤال ويظل الاستفسارات من الناس. ليه؟ لان عندنا اكتر من 600,000 وحدة في المشروع، 600,000 شقة، 600,000 حاجز. فلو 1% ما وصلتلوش المعلومة معناها 6,000 صح هيدخلوا هيغطوا كل البرامج الفضائيه، صحيح هيغطوا كل المواقع الالكترونيه. صح. فبالتالي انا ببقى مقدر، ويمكن حضرتك بتلاحظي ده، بيخش لي ناس كتيره جدا تساؤلات ببقى مقدر وبقى عيني بقول لهم للمره المليون بوضح. صح. بس عارف ان في ناس ما وصلتلهاش. صح. ماشي. فاللي مش قادر يتواصل على الانترنت وثقافته الالكترونيه ضعيفه ممكن يتواصل من خلال خدمه الوطنيين او من خلال الخط الساخن، او بينتظر الرساله اللي بتجيله على الموبايل في اي حركه من المشروع. تمام. احنا دلوقتي اتنقلنا، كنا من الاسكان الاجتماعي بعد ما شفنا كل حاجة موجودة فيه، اتنقلنا لمشروع اخر لشريحة اخرى. مظبوط. واحنا واقفين داخل هذه الوحدة السكنية ايضا من هذا المشروع. احنا في اي مشروع وفي اي مرحلة منه ومن المستحقين؟ احكي لنا عنه. اسمحي لي بداية اعبر عن سعادتي الشخصية بالمشروعات دي. انا لا، معروف عنك كده. سكن مصر ودار مصر. لا، سعادة خاصة ليه؟ لان المشروعات دي خاصة بشريحة متوسطة الدخل اللي انا واحد منهم. احنا كنا شريحة متوسطة الدخل الدولة
للأسف الشديد أهميتهم فترة كبيرة من الفترات كان الرعاية والاهتمام الأكبر بشريحة محدود الدخل والأولى بالرعاية، وهم دول اللي كانوا يقعوا على أجندة اهتمامات الدولة. تمام. كان دايما عندنا هاجس وعندنا طلب من المواطنين اللي هم متوسط الدخل، انتوا سايبيننا ليه؟ مين بقى متوسط الدخل ده؟ متوسط الدخل اللي هو شريحته، يعني مثلا اقول لحضرتك حاجه، احنا قلنا في الاسكال الاجتماعي متوسط الدخل محدود الدخل ما يزيدش دخله عن 4750 جنيه. ماشي. احنا طبقا للتوصيفات بتاعت البنوك متوسط الدخل الدخل لغايه 12000 جنيه. اوكي، يعني من 4750 ل 12000 جنيه بالظبط، حتى هم بيدوا تمويل بهذا على هذا الاساس برضو. طيب المواطن ده كان بيقول انتم مهتمين بشريحه محدود الدخل، انا دخلي اكبر شويه، رقم اثنين انا عايز اخد شقه اوسع شويه اشطبها افضل نوعا ما في مكان افضل نوعا ما وانتم مهملنا. بدانا وزايد بقى ان كان عندهم صراخ من شركات القطاع الخاص. طبعا القطاع الخاص بيبيع باسعار غاليه وعايز يكسب مكسب كبير، وفي نفس الوقت ما فيش عنده انه مراعاه لان الشريحه دي مش قادره تستوعب الزيادات الكبيره اللي حصلت في الفتره الاخيره. طيب نعمل ايه؟ بدأنا بمشروع دار مصر للاسكان المتوسط. دار مصر للاسكان المتوسط مشروع غير المشروع اللي احنا فيه ده، بدأنا بوحدات اكبر نوعا ما 100 متر ل 150 متر شطبه تشطيب عالي جدا، في كومباوند سكني مغلق بسور، كل الخدمات موجوده، وبدانا ننفذ المشروع وطرحنا منه مرحلتين والحمد لله لاقى اقبال كبير من المواطنين. ما شاء الله. كان بيحجز اضعاف الوحدات المتاحه. ما شاء الله. والحمد لله بدانا نسلم في المشروع، تاخرنا شويه في التنفيذ، بعترف ان احنا تاخرنا في شويه في التنفيذ، اعتذرنا للناس عشان التاخير اللي كانت ظروف خارجه عن ارادتنا واجلنا لهم الاقساط الكبيره، ولكن الحمد لله الناس بدات تشوف الفرق دلوقتي بعد ما استلموا الوحدات وانها وحدات على اعلى مستوى. اللي احنا فيه المشروع اللي احنا واقفين فيه ده سكن مصر، مشروع ثالث برضه بيناسب شريحه متوسط الدخل برضه، بس متوسط الدخل مش كلهم بيقبضوا نفس المرتبات، مش كلهم طبعا نفس الدخل، شرايح برضه او طبقات فوق بعضها. فجالنا طلبات قالوا احنا دخلنا اكبر برضه من الاسكال الاجتماعي، بس دار مصر غاليه علينا برضه شويه، وفي نفس الوقت احنا عايزين وحده مش لازم 150 متر، ممكن تكون اصغر شويه في المساحه. فعملنا مشروع سكن مصر. مشروع سكن مصر مشروع ممتاز بيوفر وحده لشريحه متوسطه الدخل على اعلى مستوى من التنفيذ، ويمكن حضراتكم شفتم التشطيبات عامله ازاي متمين بيها. انا بشكر من هنا مسؤول وزاره الاسكان اللي طلع بالوحدات دي في 6 شهور وتنفذت وبتتشطب دلوقتي. والموقع اللي احنا فيه ده مثلا اللي هو اكتر من 4500 وحده على سبيل المثال، كل الشغل الخرسانات كله انتهى، يعني العمارات كلها صحيح زي ما احنا شايفين صحيح وشغالين في التشطيب. وده اول نموذج قناه تدخله بعد الوحدات ما اتشطبت، عاملين عينه الناس تشوف التشطيب شكله ايه. والحمد لله التشطيب اللي حتى كانوا بينتقدوا المشروع من اللي حاجزينه بيقولوا انتم مش مهتمين بالمشروع، الحمد لله بعد ما شافوا التشطيب ده بقى عندهم رضا وقبول الحمد لله. ودلوقتي بيستعدوا بقى في التنفيذ. عايزين نستلم احنا ان شاء الله المشروع ده هيتسلم بطريقه المعدات التنفيذي قبل المده المحدده في قرار ان شاء الله. كم عدد الوحدات السكنيه الموجوده هنا؟ طرحنا في المشروع ده اول طرحه كان 40000 وحده سكنيه في عدد من المدن، منها القاهره الجديده، منها 6 اكتوبر، منها العبور، منها مدينه بدر، منها مدينه في الصعيد المنيا الجديده. حاولنا ان احنا نبقى عندنا تنويع وكمان نوفر الوحدات في اكتر عدد من المدن. وبنجهز دلوقتي عدد اخر برضو من الوحدات، منها مدينه لسه بكر ما انطرحش فيها وحدات خالص، مدينه المنصوره الجديده. عندنا اكتر من 4700 وحده في المدينه دي، بيتم برضو دلوقتي معدات تنفيذ مرتفعه جدا في المدينه، وان شاء الله برضو تطرح في فتره قليله. المشروع اول ما طرحناه كان عدد المتقدمين تقريبا ضعف العدد المطروح. احنا عملنا القرعة برضو يا أستاذ أسمى، عايز أقول الحمد لله وشكر لله عندنا كل الوحدات اللي تطرح بالقرعة أو قطع الأراضي، إن احنا برضو عندنا قطع أراضي بنظام القرعة بنطرحها برضو. مواطن برضو يقول لك أنا عايز حاجة برايفت، عايز حاجة خاصة لي أنا، أبننا وولادي فوقية، أنا وأصدقائي فوقية، أنا وقرايبي فوقية، فعشان كده بنعمل لهم قطع أراضي بنظام القرعة، وبرضو بيتقدم فيها أضعاف القطع المطروحة سواء قطع الاراضي او سواء الوحدات السكنيه. الحمد لله ما فيش شكوى وحيده الحمد لله جت ان في واسطه، في محسوبيه. ليه؟
لا انا سالت كمان الناس اللي استلمت وحدات السكنيه في الاسكان الاجتماعي عشان ناكد كمان على المعلومه دي من الناس نفسها. بالظبط. بس انا عايز اسالك حاجه. طب يا استاذ هاني دلوقتي انا بطاقتي متسجل فيها ان انا من سكان او من مواليد محافظه اي حاجه تانية غير الشرقيه. الشرقيه اي محافظه تانية. طيب منورين. طيب لما نيجي دلوقتي انا عايزه اقدم في مشروع في القاهره في الجيزه في ده سؤال مهم جدا. هل ممكن ده ولا مثلا يقول لك ارجع لا الوزاره عامله مشروع اسكان مثلا اجتماعي او متوسط في محافظتك فانت من الناس اللي هم تلجا لمحافظتك او الاقرب ليك؟ هقول لحضرتك احنا في الاسكان الاجتماعي قلنا من حق المواطن ان هو يقدم في ثلاث حاجات. يقدم في المحافظه اللي هو مولود فيها. انا مثلا ادي نموذج من نفسي اتولدت في المنوفيه وعايز شقه ليا في المنوفيه محافظتي من حقي اني اقدم فيها ما دام تنطبق عليها الشروط. او المحافظه التي يعمل بها. انا دلوقتي بعمل في القاهره شغال في القاهره فمن حقي ان انا عايز اسكن في القاهره ما عنديش شقه في القاهره عايز اسكن في القاهره وبعمل في القاهره اقدم فيها. او المحافظه اللي محل اقامتي فيها. انا من المنوفيه بس بعمل في القاهره بس انا دلوقتي في قاعد ومعايا محل اقامه يعني في البطاقه مأجر وقاعد في الجيزه فمن حقي ان انا اسكن في مدينه 6 اكتوبر اللي هي تابعه لمحافظه الجيزه واقدم في مدينه 6 اكتوبر. فكده يبقى انا غطيت كل حاجه تقريبا للي عايز يسكن. انما اللي عايز يتاجر بقى وياخدها مش مسموح له دلوقتي خالص. طيب معلش بالنسبه للاجتماعي فقط. طب انا لو خدت الشقه جالي اسكان اجتماعي مثلا في محافظتي وانا بعد كده جالي شغل في القاهره او اتنقل شغل في القاهره ومثلا ما ينفعش ابدل دي؟ لا ما ينفعش ما يبدل بقى. وده الشرط ده موجود في الاجتماعي فقط لا غير. لان الاجتماعي هو ده المدعوم وده اللي عليه ضوابط وقواعد ورقابة. سكن مصر ودار مصر من حق اي مواطن يحجز في اي مكان. هي الشقه الدوله ما بتدعمهاش لكنها المواطن بياخدها بسعر اقل من سعر السوق. انا كسبان فيها كدوله بس بديها له اقل من سعر السوق ما بكسبش بعائد حتى لو كان عندي شقه او اي حاجه تانية ملكي بمسجلات تحت اسمي بس ما يكونش خد من مشروعات الدوله. لا مش مشروعات الدوله بس من بره انا عندي اي حاجه ملكي ممكن اخد بس وممكن ابيعها وممكن ما تاخدش ممكن تبيعها بس بترجع بقى للدوله تاني وبتدفع قيمه للتنازل في جهاز المدينه المختص. يعني في دار مصر فتحنا باب التنازل ان ممكن تنازل عنها ويدفع 10% لان لقينا ان في مواطنين بيبيعوا توكيلات بعد ما ياخدوا الوحده. عشان كده قلنا لا اللي عايز يبيع ويقنن وضعه هيعمل تنازل في الجهاز ويدفع 10% من ثمن الوحده. تمام. طيب ايه مميزات الوحده هنا؟ ويعني انا قاعده بتخيل نفسي لو انا شركه عقاريه او استثماريه وبعمل كومباوند جنبك. ايوه انت هددت مصالحي جدا. ايوه ويمكن ده انا بشكرك على السؤال ده يمكن ده كان احد الحاجات اللي خلت البعض يحارب الوزاره في المشروع ده وكانوا دايما يهاجموا مشروع دار مصر على وجه الخصوص. والوزير كان واضح في الموضوع ده وقال انا سايب شريحه القادرين والاغنياء للقطاع الخاص بشكل عام. ولكن الشريحه اللي هي متوسطه الدخل دول لا هم اسكان اجتماعي ولا هم القادرين بزياده ودول هم عماد المجتمعات دايما متوسطه الدخل اللي بتقام وبتبنى عليهم المجتمعات. صح. عشان كده لازم الدوله تهتم بيهم. وقال انا بديهم وحده كسبان فيها بس مش كسبان زي القطاع الخاص. وفي نفس الوقت سايب القطاع الخاص ما في مواطنين برضه في شريحه متوسطه الدخل بيقول لي لا انا مش عايز اخد عندك انا هاخد في شركه القطاع الخاص. لانه القطاع الخاص برضه ممكن بيكون بيقدم خدمات افضل مني. فانا بدي له بس هو برضه بيبيع باسعار اعلى مني. فانا بدي فرايتي او بدي حاجات متنوعه للمواطن ان هو يختار منها. انا بعمل مشروع سكن مصر ده اللي هو مساحته 115 متر مربع ثلاث غرف وصاله زي ما انتم حضراتكم شايفينها مرتبطه تشطيب كامل. يبقى فيه لاندسكيب يبقى فيه تنسيق الموقع على اعلى مستوى تشطيب مهتمين بيه جدا هيبقى والمرافق والحاجات كلها زي كامله بالظبط. يعني زي ما احنا شفنا المواطن بيقول لك في الاسكان الاجتماعي الغاز موجود. احنا بدل الخدمه موجوده في الاسكان الاجتماعي فاولا ان احنا نقدمها هنا طبعا. فطبعا الغاز لو موجود في المجموعه هيكون موجود هنا هنركبه برده هنا فكل الخدمات هتبقى موجوده ان شاء الله. فانا بقدم المنتج ده بسعر اس مثلا او اكس للمواطن. عندي قطاع خاص بقى هو هيزود فيه الخدمات اللي هيعملها وهيعلي على الاسعار. انا كمواطن عجبني اللي بتقدمه وزاره الاسكان اهلا وسهلا. مواطن تاني عاجبه اللي بيقدم قطاع خاص اهلا وسهلا. فاحنا عايزين يبقى فيه تنوع في الوحدات المطروحه اللي بتناسب برضو امكانيات واحتياجات الناس. مثل بيقول مثل البلدي بيقول كل فوله ولها كيال. صح. فهو كل مواطن بتعجبه حاجه هيروح ياخدها اللي تناسب امكانياته واحتياجاته. بدون ان انا ما بحجرش. وبعدين السوق مفتوح للجميع. احنا عندنا 100 مليون مواطن. عندنا
900,000 زيجة سنويا. ما شاء الله. 900,000 زيجة سنويا، تخيل. ما شاء الله. لازم نوفر الناس. ما شاء الله. القطاع الخاص لو قاعد يبني طول العمر لوحده مش هيكفي الناس دول. طبعا. فاحنا لازم نبقى احنا والقطاع الخاص هدفنا واحد، هو تلبية مطالب المواطنين في الحصول على وحدة سكنية تناسب دخولهم المختلفة. طيب. طيب وزارة الإسكان ولا وزارة الستر ولا وزارة السعادة والأمل والإنجاز حقيقي اللي على الأرض ده كل مصر شايفاه، إيه الجديد؟ إيه تاني وزارة الإسكان هتبهرنا بيه؟ بشكر حضرتك على السؤال برضو تاني. احنا دلوقتي بنجهز تقريبا لأكبر طرح حصل أو هيحصل بقى في وزارة الإسكان للأراضي والوحدات السكنية. عندنا إن شاء الله خلال أيام، إحنا دلوقتي بنجهز كراسات الشروط الخاصة بالحجز، هنطرح عدد كبير جدا من قطع الأراضي اللي بنطرحها بنظام القرعة في عدد كبير من المدن، عدد ضخم جدا من الأراضي. الأراضي دي برضو مقسمينها نفس التقسيمة يا أستاذ أسماء. يعني نفس التقسيمة، يعني بدي أراضي صغيرة اسمها أراضي إسكان الاجتماعي 200 متر ل 300 متر مطبق عليها قانون الإسكان الاجتماعي، ما حدش عارف يتاجر فيها، لها شروط ولها ضوابط وقواعد برضو، وأسعارها مدعومة، المتر فيها مدعوم برضو زي شقة الإسكان الاجتماعي. ثم أراضي بعدها أكبر شوية في المساحة اسمها أراضي متميزة بتوصل ل 500 متر مربع مش مدعومة. ثم في الآخر خالص أراضي اسمها الأكثر تميزاً. الأراضي الأكثر تميزاً بقى مساحة كبيرة 1500 متر تقريباً أو من 1000 إلى 1500، اللي ده بياخدها بقى مواطن قادر غني. مواطن القادر أو الغني هو مواطن مصري برضو طبعاً، عنده إمكانيات وعايز يعمل حمام سباحة، عايز يعمل فيلا، أهلاً وسهلاً. بس هياخد الأرض بسعرها الحقيقي بدون أي دعم أو بدون أي سعر سوقي. بياخد الأرض دي وباخد انا بقى عائد بيع الاراضي الغاليه دي ادعم بيه المواطن محدود الدخل ده ولد العداله الاجتماعيه. ده احنا بنجهز طرح دلوقتي اكبر عدد ممكن من الاراضي زي ما قلت القرعه، زائد برضه كلها اسكان بقى استاذ هاني، ولا في حاجات ممكن يعمل مثلا مدن ترفيهيه؟ لا احنا ده طرح تاني خدميه. بيبقى في خدمات طرح تاني اخر بقى للخدمات والاداري والتجاري وخلافه والمشروعات الكومباوندز وخلافه، ده بنطرحه على المستثمرين. انما انا بتكلم على الطرح للمواطنين السكني. عندنا برضه بنجهز لطرح عدد كبير جدا برضه من المرحله الثالثه لدار مصر للسكن المتوسط، والمرحله الثانيه لسكن مصر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. عندنا عدد كبير برضو من الوحدات في مدن كتيره جدا، وزي ما قلت هيدخل معانا مدن جديده لاول مره زي مدينه المنصوره الجديده ان شاء الله. عندنا برضو بس لسه ما تحددش معايا الطرح شقق وفيلات العاصمه الاداريه الجديده. ان شاء الله احنا وزاره الاسكان قطعت شوط كبير في الوحدات السكنيه اللي بتنفذها في العاصمه الاداريه الجديده. عندنا 25,000 وحده منهم حوالي 2000 فيلات وتوينز وحاجات زي كده، فالحمد لله عاملين فيها شغل جامد. فان شاء الله برضو بنجهز كراسات الشروط لطرح الوحدات دي. عندنا برضو بنجهز لطرح الاول مره في العلمين الجديده. العلمين الجديده المدينه الساحره اللي كلنا شفناها بالظبط، فبنجهز برضو طرح في مدينه العلمين الجديده. عندنا تقريبا مفيش مدينه مش هيكون فيها طرح. طب طمنا كده على اهلنا في الصعيد وفي سينا. احنا كنا لسه قريب صباح قلنا عرضنا مشروع الرويسات في سينا، وكانت برضو طبعا من ضمن المفاجآت يعني ان احنا من ناحيه في تطهير وحرب وكده، واحنا اتفاجئنا انه في تعمير في نفس التوقيت. طمنا كده على اهلنا في سينا وفي الصعيد. في الصعيد اولا، الصعيد بيشهد في الفتره اللي احنا بنتكلم فيها دي طفره ما شافهاش قبل كده خالص، سواء في الخدمات والمرافق او في المدن الجديده. احنا كوزاره اسكان عندنا عدد كبير جدا من المدن الجديده في صعيد مصر. كل محافظه في صعيد مصر وحياتك مغمضه كده فيها مدينه جديده. ما شاء الله. نبدا من اول الفيوم، في فيوم الجديده، المنيا وبني سويف في المنيا الجديده وبني سويف الجديده، الجديدة. في اسيوط الجديده، في اسوهي الجديده، في انا الجديده، ما شاء الله. في اسوان الجديده، في طيبه الجديده في الاقصر. طيبه الجديده دي ساحره. صحيح. على النيل مباشره، هي واسوان الجديده على النيل مباشرة في مكان ساحر. بنعمل دلوقتي مثلا بمناسبة الصعيد بنجهز منطقة على النيل مباشرة اسمها الشريط السياحي على النيل مباشرة في الأسوان. ما شاء الله. الناس برضو القادرين اللي عايز ياخد فيلا مشتى في الشتاء على النيل مباشرة وفي مكان ساحر على النيل. النيل في أسوان حاجة تانية خالص غير النيل بتاعنا طبعا. فاحنا بنجهز منطقة دلوقتي وفيها فندق هيتعمل وفيه مولز وفيه مجموعة من المطاعم والكافيهات والخدمات المختلفة بنجهزهم دلوقتي وهيبدأ التنفيذ فيهم على الفور. عندنا مدينتين بكر برضو في الصعيد مصر لأول مرة اسمهم غرب إنا وغرب أسيوط اللي هي ناصر. احنا بالإضافة إلى إنا الجديدة وبالإضافة إلى أسيوط الجديدة بنعمل مدينتين تانيين، غرب إنا وغرب أسيوط. ويمكن دي المدينة اللي ست الرئيس واحنا بندشنها في العالمين سأل المسؤول عن المرافق وقال له هتخلصوا امتى، وكان لسه بنحط حجر الأساس أصلا وقال له أنتوا صعيدة. السؤال المعتاد. فالصعيد الاستثمارات مثلا في المدن الجديدة اللي تمت في الثلاث سنين اللي فاتوا من دول
لو 3 سنين ونص بالظبط تقريبا 3 اضعاف اللي اتصرف على الصعيد منذ بدء المدن دي. فاحنا مهتمين جدا بصعيد مصر. سينا بقى احنا عندنا كوزارة اسكان جهاز اسمه جهاز تعمير سينا. جهاز تعمير سينا ده عنده مشروعات كتيرة جدا في سينا، سواء مشروعات مرافق وخدمات او التجمعات البدوية اللي هي بتسميها تجمعات التنمية المتكاملة. انا بروح اخد مكان بعمل فيه البيت، بعمل فيه المزرعة السمكية، بعمل فيه قطعة ارض مستصلحة وبسلمها لعدد المواطنين، بسلمهم سكن وبسلمهم اكل عيش. مش حاجة صح، فرصة صح لازم العمل. صح طبعا. ده فعشان كده بعمل بسميها تجمعات تنموية متكاملة. متكاملة. زائد بقى الفيجن او الرؤية اللي سيادة الوزير أرادها منذ أيام على سيادة الرئيس، اللي هي بقى تنمية سيناء بشكل عام، اللي هي استراتيجية تنمية سيناء، واللي هيكون فيها مدينة سلام اللي هي شرق بورسعيد، اللي هيكون هي النواة المدينة الاقتصادية الجديدة. أيوة. اللي هيكون العاصمة الاقتصادية لسيناء. عندنا عدد برضو من المشروعات اللي هتستفيد من الموارد الموجودة في سيناء زي الموارد التعدينية والموارد الطبيعية المختلفة. فسيناء والصعيد على قلب أو على أجندة الاهتمامات بتاعة الدولة بشكل عام ووزارة الإسكان بشكل خاص إن شاء الله. وإحنا طبعا مع حضرتك وبنشجع دايما هذه المشروعات، وإن إحنا عينينا على البلد فيها، بنتابع كل المشروعات، بنتابع كمان المصريين إن هم يقدروا يتواصلوا ويعرفوا كل ما يعني بيتم تنفيذه على الأرض، يكونوا هم جزء من الحدث، مش بس بيسمعوا عنه أو هم مش واثقين. إحنا بننزل وبنصور علشان نوري الناس كلها اللي بيحصل على الأرض بالظبط. أي تساؤلات عند حضراتكم؟ الأستاذ هاني يونس يعني شرح طرق التواصل مع الوزارة، شرح أي سؤال ممكن حتى يخطر ببالك، أنا أقدم أقدمش، أنفع تنفعني أو ما تنفعنيش، كل الأسئلة مطروحة قدام حضراتكم. إحنا بنعرض كل حاجة على أرض الواقع علشان نقدر نوصل الصورة لحضراتكم بشكل يكون واضح وسليم. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ هاني يونس المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان. أنا بشكرك، أخذنا من وقت حضرتك كتير، أسعدتنا في الجولة اللي إحنا أخذناها سواء في الإسكان الاجتماعي أو المتوسط. أنا بشكرك شكرا جزيلا. أنا بشكر حضرتك جدا إن أنتم شرفتونا النهاردة وشفتم المناطق اللي كانت صحراوية منذ سنة وثلاث شهور وتحولت لجنة خضراء الحمد لله، الناس بتستلم فيها الوحدات. وعايز في النهاية بارك لكل اللي استفاد من وحدة سكنية من وزارة الإسكان أو أي خدمة وزارة الإسكان بتقدمها، سواء كانت مشروع مية أو مشروع صرف، وحدة سكنية في تطوير العشوائيات، وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي أو سكن مصر أو دار مصر أو للقادرين أو قطعة أرض. وزارة الإسكان عندها شغل كتير. بارك لكل اللي استفادهم، أما اللي ما استفادوش أو اللي لسه هيستفيدوا بقول لهم إحنا نفسنا ندي الناس كلها فيلا والله. تعذرونا إذا كنا تأخرنا في بعض المواقع، بنعتذر ومتأسف إذا كنا تأخرنا لظروف خارجة عن إرادتنا، سواء كان في تحرير سعر الصرف أو مواقع كان فيها مشكلات. ولكن إحنا بنسابق الزمن، واللي بيتحقق دلوقتي بدون أي مجاملة وبدون أي نفاق ده بالأرقام أضعاف أضعاف ما حقق في سنوات سابقة طبعاً. وهدي نموذج واحد بس في الإسكان الاجتماعي، إحنا في الأربع سنين معدلنا معدل تنفيذ الوحدات في السنة 150 ألف وحدة في السنة. تاريخ مصر كله أعلى معدل وصلنا له 48 ألف وحدة في السنة. الواحد لو بيشطب شقة بيقعد يشطبها سنة بالظبط. الله ما شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ هاني. إحنا دايما متابعين مع حضرتك، وحضرتك يعني على طول يعني بتلبي النداء لو إحنا احتاجنا أي حاجة وعندنا أي سؤال. أنا بشكرك شكرا جزيلا ونورتنا النهارده. شكرا شكرا. وصلنا لحضراتكم لختام جولتنا النهاردة في صباح أون. من خلصنا الأول مشروع الإسكان الاجتماعي بكل مرافقه، وتعرفنا على كل حاجة موجودة فيه، وتنقلنا مع حضراتكم لمرحلة أخرى وهو سكن متوسط من سكن مصر. وإحنا واقفين لأول مرة أول قناة وأول برنامج يدخل في الوحدة السكنية المتشطبة من سكن مصر. حضرتكم شفتوا كل حاجة بعينيكم وشفتوا شغل البلد الحقيقي على الأرض. المصري هو الهدف الأول
عند العقلية والإدارة والإرادة المصرية. لازم كلنا هنعيش حياة كريمة، حياة تليق بينا، حياة تليق بالمصري وبصورة مصر في الخارج. يسعد صباحكم، وأنا من هنا من مدينة السادس الأكتوبر الجديدة بحييكم، وأنا يا ريتني كنت قدرت أوصل لكم مدى سعادة المسؤولين أكتر من المستحقين بالإنجاز وبالمشروعات اللي احنا بنقوم بها على الأرض. أنا بشكركم شكرا جزيلا، ويسعد صباحكم.